وجد الفنان حسن الفد صاحب سلسلة شعبية وكبور نفسه وسط موجة من الانتقادات بعد عرض أول حلقة من عمله الجديد لوندونس والتي تبث على القناة الثانية خلال شهر رمضان الجاري، حيث نعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي عمله بالحمد ولا يليق بمستواه ومكانته الفنية. وقام أحد منتقديه على الفيسبوك بوصفه بالمهرج الذي يتفكرون من رمضان من رمضان، واعتبره فقط مثالا لسوء تدبير المال العمومي، حيث يتلقى ميزانيات ضخمة على حموضياته الرمضانية في حين تعاني قطاعات كبيرة كالصحة والتعليم. وردا على هذه الانتقادات، كتب حسن الفت تدوينة توضيحية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح فيها أن القناة الثانية تحصل على مبالغ مالية منه لأجل إدراج أعماله الفنية بشاشة التلفزيون، كما أن المحتضنين الخواص هم الذين يمولون مشاريعه الخاصة ويقومون بأداء المبالغ المالية للقناة الثانية من أجل نشر أعماله. واعتبر الفنان مراد العشابي الذي انتقد حسن الفد بشكل كبير، وحيث علق على الحلقة الأولى من سلسلة طونطونس: يا رب نكون كنحلم ماشي كبور وخرجت لينا كبورة في هاد كورونا الله يحفظنا وصافي جعجعة ولا طحين، أو حينما يتمخض الجبل ليلد لنا فأرا. شكرا حسن الفلس، سلسلة حمودونس ماشي طوندونس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.